صباح الخير، السلام عليكم. تحياتي لمتتبعين قناة مصطفى فلوك. أنا اليوم كان نحاول نشارككم الجمالية ديال تساقط ديال الثلج. أنتم كتشوفوا، أنتم كتشوفوا الجمالية. مدينة ميدلت عروسة الأطلس الكبير، أنتم كتشوفوا تساقط الثلج. هذا الخير، هذا الخير الرباني، وقليل اللي كيعرف مدينة ميدالت بأن مدينة تولوج، واللي كتكون فيها الثلج أكثر مدة، ف كيبقى فيها في العام في الأطل أكثر من الأطلس المتوسط اللي قريب لنا بإفران وكذا. كاين اللي كيعتقد بان افران هي اللي مدينه ديال الثلج، بيرو مدينه ميدالت مدينه امازيغيه بامتياز، مدينه سباقه وقيدومه المدن المغربيه في من حيث البنيه التحتيه الثقافيه والرياضيه. هيا كتعيش هذا التساقط ديال الثلج الجميل، وما اروع من تساقط الثلج. الليلة هادي غتكون عرس للثلوج والله العظيم. إلا خصنا نجيبو مصورة ونصورو هاد الجمال. أنا نحاول ندور بكم وكنصك، واخا صعيبة، المحالة، بيرو غادي نحاول نصوب وأنا كنساليكم مدينة تولوج، مدينة ميدالت. احنا كنغامرو كنخاطرو، بيرو ننقل لكم الحدث من الحدث. هذه التفاحة المشهورة عليها والمعروفة عليها بميدالت، هذه مدينة ميدالت قليل اللي كيعرف عليها بأن أول مدينة اللي عرفت التواصل مع العالم، وفيها كتواجد أول محطة السكك الحديدية في المغرب، وكتعد هي أول تجمع عمالي في إفريقيا باعتبارها مدينة منجمية بامتياز. أنتما كتشوفوها جميلة، مدينة بقى عندها لاتوش استعمارية، لاتوش فرنساوية. انا غادي نغامروا معكم نشوف، والله ما يكونش مخدد، نديروا حيت ما في حالات ما اذا كان شي كنترول. الناس كتصور مع الثلج، مع الفنادق. هذه كانت المحطة القديمة، هذه كانت المحطة القديمة كما وردتكم. اي انا ما كتسقطش، وكما معلومة اخرى اضافية، كنا 50 درهم الله يسهل عليك، 50 درهم 1000 ريال.
هاك 50 هاك في الشلج اللي كي تحتاج ولا ما كي تحتاج الشلج. واش طريق مقطوعة؟ طريق مقطوعة اخويا، طريق مقطوعة. اوه خويا دابا تسرحات، ها دابا تسرحات مزيانة مزيانة. دابا كما كتشوفوا مدينة صافي دوزي 50 درهم 50 درهم شات. كما كتعرفوا هاد المدينة هادي كما قلت لكم مدينة عرفت الضو، ثاني مدينة في المغرب اللي عرفت، أول مدينة اللي عرفت الضو بطريق تحويل الكهرومائي، أول واحدة، في حين كازا كانت فيها تحويل معنا كان فيها موتور كهربائي واللي كاين. مدينة ميدالت كما كتعرفوا مدينة الثلوج، مدينة التفاح، مدينة المعروف عليها أيضا بالسكان ديالها. هنا يا كتستراح، هنا ما كت العنف ما كاين، ما كاينش العنف، ما تخاف التليفون لا ما تخاف حتى حاجة. هنا يا الراحة في الله، كاين الناس راه طيب نقل راس كان هدي لكم هاد التحفة بالله ديالها اللي دازت هنا دابا. هالي تحياتي، نخليكم مع مدينة ميدالت، مدينة التفاح بامتياز، عاصمة التفاح بامتياز، مدينة الجمال، مدينة الراحة والاستجمام، مدينة الجميع. مرحبا بكم، وخليكم مع شارع محمد السادس. تحياتي.